شاشتي واضحة عندكم؟ واضح لك دور. اليوم الحضور قليل عندكم في الشعب، فرصة ناخذ حضور وغياب صح؟ إن شاء الله راح ناخذ حضور بعد شوي، بس أي سؤال إن جنرح قبل ما أبدأ؟ خلينا نبدأ. طيب اليوم إن شاء الله رايحين نبدأ إحنا نحكي أكثر. حكينا المرة اللي فاتت مثلا، حكينا عن الكاريرز، حكينا عن N-type material P-type material، حكينا عن majority carriers minority carriers، تعرفنا على terminology يعني بشكل عام. تشرح الترمز اللي رايحة تمر معنا في الكورس إن شاء الله، أو في أساسيات السيمايكوندكتور. okay. فاليوم رايحين نكمل، بس رايحين نحكي in more details. يعني لما أحكي أنا عن N-type material، إيش يعني N-type material؟ لما أحكي عن majority concentration أو minority concentration أو majority carriers minority carriers، فهذا كله بدي أشوف أنا إيش ال إيش يعني، أو ندخل in more details في هذا الموضوع. طبعا لما إحنا بنفكر بهذا الأمر، يعني لما بنيجي نحكي عن الشاشة واضحة للكل. واضح. تمام. هلا لما نيجي نحكي احنا عن السيماي كوندكتور، على فكرة شغلة قبل ما أبلغ، أنا المرة اللي فاتت كنت عم براجع هيك بالريكوردينج اللي أنا حطيته لكم اللي شرحنا المحاضرة المرة اللي فاتت. فجزء من الريكوردينج أنا حكيت إنه room temperature هي 0 كلفن، كأني I'm not sure يعني I don't know how I said that يعني، بس ال 0 كلفن اللي هي negative 273 سيلسيوس. room temperature هي around 300 كلفن اللي هي exactly 273 كلفن. okay. I noticed that mistake. يمكن أنا لخبطته أنا بتكلم أو كذا هيك. وحكينا عن السيليكون إنه insulator at T equals 0 Kelvin مش at room temperature. فإذا كنت حكيت هذا الكلام ممكن في أول المحاضرة، بدي بس ما يعني ما طال معلومة يعني خاطئة. أوكي، بس هي بآخر المحاضرة كنت أنا حكيتها بشكل صحيح، بس ما بعرف اللي لخبطني بأولها أو كيف حكيت honestly. anyway نكمل. فهلا in general إحنا لما بلشنا نحكي عن السيمي كوندكتور حكينا عن السيليكون. سيليكون لحاله لو كان فيه pure silicon فيه كله بس بيحتوي على silicon atoms، ف بنسميه طبعا intrinsic material، ما بتحتوي أبدا إلا على السيليكون atoms. أوكي، وبلشنا بعدين نحكي انه انا السيليكون اتومز او ان جنرال السيمي كوندكتور اتومز لحالها لو كانت موجوده بوضع طبيعي ما بتكون يعني as good so that we can use it in electronics electronic devices manufacturing. فلذلك كان عمليه تحسين البرفورمانس لهذا النوع انواع مختلفه للسيمي كوندكتور عن طريق عمليه سميناها بشو، ايش عمليه الاوبريشن اللي حكينا عنها المره اللي فاتت اللي بتحسن البرفورمانس للسيمي كوندكتور، حيث إنه you increase the number carriers. إيش سميناها؟ doping. doping هي وضع عناصر جوا ال شو اسمه اللي هي أتوقع إنه اسمها لاتس للشبكة بتاعتهم. لا لاتس هي الكريستال لاتس اللي هي البنية اللي بالسيماي كوندكتور. مثلا السيليكون بيكون على شكل كريستال لاتس مشبوكين مع بعضهم الاتومز او كونكتد مع بعضهم الاتومز تبع السيليكون اتومز. ف when you drop
the material to actually change the structure of the lattice. لما بتعمل عملية الدوبينج فأنت بتقوم بتغيير هاي البنية الأساسية للسيمي كوندكتور. يعني يا إما بعمل دوبينج بحيث إني أنا أضيف أكسبتر أو أضيف دونر بناء على الأبليكيشن اللي بدي أنا بدي أضيف عدد الهولز أو عديد أو أضيف عدد الإلكترونز. أوكي؟ فزي ما حكينا إحنا موس سيمي كوندكتورز بتكون عندي دوب سيمي كوندكتورز. أوكي؟ بس ستيل أنا لحد الآن ما حكينا إذا أي شيء عن values of carrier concentrations. أوكي؟ فلازم نأخذ أكثر أو نعرف أكثر كيف يكون ال concentration لل carriers inside these dot semi conductor. برضو كمان إحنا لازم نتعلم أو نفهم أكثر the distribution of carriers as function of energy. أوكي؟ with respect to the energy bands. يعني إحنا أخذنا الـ energy band model، عرفنا الـ valence band energy، عرفنا الـ conduction band energy، وعرفنا الـ energy gap. أوكي؟ لكن still أنا إيش بصير عندي أو كيف تتأثر عندي هاي الـ energy bands أو كيف ترتبط مع بعضها، هذا الشيء ما درسنا. فإحنا إن شاء الله محاضرتنا اليوم رايحين نناقش semiconductor أو semiconductor carrier distribution and concentration and their equilibrium conditions. فأول إشي بدنا نحكي عنه إن شاء الله اللي هو density of states. أوكي؟ نحكي اليوم عن density of states. فهلأ لما بحكي أنا عن density of states فأنا بحكي مثلا يعني إيش بقى وإيش يعني density of states. إيش حكينا إحنا عن الستيت بالأول؟ خليني أسأل في المحاضرات السابقة. حكينا مثلاً أنه أنا عندي إذا كان في عندي N silicon atoms مثلاً، فأنا عندي 4 N states، صح؟ available states، مظبوط؟ حتى توصل السيليكون آتوم للستيبل أو للستيبلتي أو للنوبل غاز. structure صح ولا لا؟ حكينا حتى ال last orbit عندي يصير full لازم أوصل 8 electrons just like the noble gases. فأنا في كل silicon atom في عندي 4 empty states. إذا كان في عندي n silicon atoms في عندي 4 n empty states صح ولا لا؟ بلى. أوكي. هل إحنا بدنا نشوف يعني مثلاً كيف برضو إيش number of energy states at given energy level okay. either بالconduction band أو بالvalence band okay. فهلأ density of states فعلياً إيش الفكرة اللي بتعطيني؟ بتعطيني إياها بتعطيني عن the number of available states at any given energy E okay. بدي أنا أشوف هاي شوفوا الفيجر اللي أمامكم هون مبدئياً هلأ راح أكمل عليه وشرح ليتر. لو أنا مع تغير الانرجي ليفل على الإكس أكسس على الواي أكسس عفوا اللي هون كيف أنا بتغير عندي أوكي كيف بتغير عندي number of available states مع هذا مع تغير الانرجي ليفل أوكي. مثلاً لو فكرنا معطيني فكرة هي شرح عنها بالكتاب لو فكرت بالموضوع بشكل مقابل ب football stadium okay soccer stadium موجود امامهم okay. هلا انا بالستاديوم ممكن يعطيني how many seats are available at each row. بكل سطر كم عدد الستيتس الستيتس الافيلبل ممكن انا اعرفها بس ما بيقدر يعطيني how many مثلا seats are actually occupied by people او بالمقابل انا بحكي بالانرجي ليفل How many energy states are actually occupied by electrons? Okay, فأنا ما بقدر أعرف الكلام هذا. The calculation of density of energy states involves طبعا حتى أصل أنا الفورمولاز اللي أمامكم هون it involves quantum mechanics. وأنا ما راح أدخل بالديتيلز هاي لأنه أصلا حتى معظم الأشياء اللي راح أعطيكم إياها بالمحاضرة اليوم أو حتى بالمحاضرة القادمة فيها بعض الديتيلز اللي أنا بيهمني بالآخر أنتوا توصلكم مثلاً الفورمولا النهائية أو الريليشن النهائية
للموضوع اللي بنحكي عنه، بس أنا I have to give these things حتى أوصل لهاي الفورملا النهائي. أوكي؟ Any question؟ اللي زي ما حكيت حتى حتى استخدم انا الريزلتس حتى اوجد عفوا how many states energy exists at a given energy E، انا بستخدم الكوانتم ميكانكس. لكن هون بالحال انا راح احكي عنها راح اعطي الريزلتس النهائيه ل that applies to them band edges that's close to EC and EV. حاعطي الفورمولاز اللي تنطبق على energy levels close to EC and EV. اوكي فهي اول ريليشن عندي اللي امامكم هنا VC of E. اوكي اللي هي in the conduction band، لما بحكي عن C فانا بحكي عن conduction band، ففي conduction band انا عندي density of energy state is GCE. هاي بسميها density of energy state GCE which can be which is actually a function of the energy that's higher than EC. فهاي valid لكل ال values اللي greater than or equal to EC. تمام؟ بس طبعا مش greater يعني ده بظلها very close. يعني أنا عم بحكي عن ال energy levels اللي هون بس بيكونوا أعلى من EC مزبوط، لكن still very close. أوكي؟ واضح؟ هلا الفورمولا هي امامكم، يعني الترمز هي نعرفها الام ان ستارت طبعا كلنا المفروض ان نعرفها اللي هي الافكت ماس اوف ذا الكترونز ان ذا كوندكشن باند. اوكي طبعا اي جي سي اي ات جي سي يمكن اكتب لكم اياها هيك جي سي اي ات اي سي ايكوال زيرو. اوكي لما الانرجي ليفل هذا الاي equals to the EC فأنا the density of state in the conduction band is equal to zero. Okay لأنه A minus EC رح تصفي صفر بالتالي the total value will be zero. Okay وهلأ this value طبعا من الريليشن اللي أمامكم هنا this value okay will increase طلعي will increase with the square root of energy E as E increases. Okay. واضح بصير تزداد مع ازدياد الـ E. تمام؟ هاي عندي جي سي تزداد مع ازدياد الـ E as I move upward. Okay. بعد الـ E. الريليشن الثانية اللي هي بتعطيني density of states in the valence band. اوكي فهي برضو function of energy. اوكي that is lower than the valence band energy. لاحظوا هون عندي الانرجي اللي بحكي عنها بي الاكويجن الثانيه اللي هي بتكون اقل من الفالنس باند انرجي. اوكي والام بي اللي هون بتدخل في الاكويجن طبعا هاي الريليشنز اجت يعني نتيجه لاشتقاق. اوكي يعني مش انها وجدت بسهولة مباشر، لكن السبب زي ما حكيت أنا مش راح أدخل بها المواضيع لأنه له علاقة بالكوانتم فيزيكس وديتيلز كثير إحنا بغنى عنها حاليا. الأم بي زي ما حكينا اللي هي الإفكتيف ماس إمبالانس باند، وجي في زي ما حكينا عن جي سي فجي في إز إي آت إي في إيكوال زيرو. أوكي؟ أند This GV of E increases, okay, with the square root of energy E as E decreases into the valence band. كل ما قلت الانرجي باتجاه الفالنس باند يعني اقل من الفالنس باند انرجي كل ما صرت انا اروح بنزول ففعليا GV of E increases. Okay, زي ما انتم شايفين. يعني انا لو بدي ارجع للسوكر ستاديوم اللي امامكم فجي سي اوكي جي سي اللي هون وجي في فعليا زي ممكن احكي اللي هي اعداد السيتس الموجوده في الاوبوزيت سايد اوف ذا ستاديوم فيلد. يعني هاي ممكن امثلها كانها جي سي وهي امثلها بجي في.
اوكي هلا هذا edges of the field انا ما بكون في عندي seats واضح والمقابل انا على الايدج ما في عندي electrons واضح the seat number increases as we move further away from either side of the field كل ما بعد ببلش يزيد عندي عدد seats اوكي بمعنى اخر كل ما بعدت انا عن جي سي اوف اي عدد الستيتس راح يتغير او density للستيتس راح تزداد عندي كل ما بعدت عن هذول الليمتس اوكي في حاله واحده لو كان عندي ام ام ستار اللي هي effective mass للالكترون بتساوي effective mass لا الهولز ففعليا اللي راح يصير عندي هنا density of states راح تكون symmetric لكن اذا اختلفوا عندي The density of states ما راح تكون symmetric بهذا الشكل. Okay. The density of states we measure it the unit of it numbers per unit volume times unit energy. يعني أنا بحكي and بتساوي number معين per centimeter cube times electron volt. واضح. أي سؤال؟ يعني صراحة إذا ما تفاعلتوا معي أنا أصلاً المادة نفسها هاي الكلام فيها متعب فأنا I need to find responses منكم لهذا الكلام دكتورة نعم إيش يعني إنه الـ G equal zero مثلاً لما يكون يساوي الـ EC أو الـ EV إيش بتمثل يعني هلأ شوف الـ GC of E إيش هي density of states in the conduction band واضح؟ طب أنا لما الانرجي الانرجي ليفل بيساوي الكوندكشن باند انرجي كم هي؟ كم بتساوي عندي الدنسيتي اوف ستيتس؟ بتساوي صفر ما في عندي ستيتس زي حكيت لكم لو بدي اتخيلها بالساتر فيلد على الايدج اوف ذا فيلد على حفة الملعب ما في ستيتس هو فعليا بيحكي لي انه ات جي ات اي ايكوال اي سي ما في عندي هي بس انا اكتب لكم اياها ات اي ايكوال اي سي و at E equal EV ما في عندي states واضح؟ وجود الستيتس تبلش تزداد أو بتبلش تزداد كل ما أبعد أكثر عن ال conduction band energy أو ال valence band energy بس طبعا هذا كله بنطبق على ال energy bands القريبة من هذول ال two levels واضح؟ يعني ما في عندي states هون ما رح يكون في عندي electrons هون زي ما بحكي انه بالملعب ما حد راح يكون في عندي على اطراف الملعب جالس وهنا ما راح يكون في الكترونز الالكترونز راح تبلش عندي في الانرجي ليفلز اللي بعد الاي سي واضح تمام يس دكتوره انا بس في اللي ما فهمته بالرسمه يعني وين بدها تكون الصفر على البدايه يعني انه ما في ما بكون ماشي المنحنى كيف يعني وين بتكون الصفر هلا بدي تفهموا هذا انرجي باند دايجرام او انرجي باند بلوت هو اللي بيحكي لي عند الليفل هذا اللي هو اي بتساوي هذا جي سي اللي هو على الاكس اكسس ماشي وجي في هي على الاكس اكسس اعتبروهم رسمتين منفصلات بس احنا بنرسمهم مشان نفرجيكم السيمتري فالجي سي بلش تزداد مع ازدياد الاي هنا going up اوكي عند الاي بتساوي اي سي الجي سي بتساوي صفر ما بيكون في عندي ستيت تمام مسلم واضح يعني اكس اكسس مع الواي اكسس اللي امامكم اوكي هلا اللي بحكي لي اياه the difference between GC and GV different carriers effective masses MN star versus MN MP star اذا بده يصير في عندي differences فبده يكون في عندي different effective masses MP وأمن أما إذا كانوا equal فأنا فعليا يكون عندي ال curves تكون symmetric أوكي هلا إذا بدي أنا أحصل number of energy state in a small interval of energy E يعني لو بدي هون أبعد شوي صغيرة عن ال EC للأعلى أو أنزل شوي صغيرة عن الـ EV اوكي فهلا اللي بحكي لي هذا الترم الاول اللي امامي هون جي في جي في اوف
E times DE, the number of conduction bands, states per centimeter cube. واضح؟ هلا هنا ما راح ادخل برضو باشتقاق العلاقة هي، اللي هي راح تصير عن طريق الانتجريشن. اوكي؟ فنروحوا انا تخيلت مش تخيل خلصت عفوا من الاي في. اوكي؟ فانا بدي اخذ بدي اوجد number of conduction band states per centimeter cube. بقدر اوجدها بهي العلاقة. اوكي؟ بس طبعا احنا بنحكي عن رينج اي تقريبا تساوي اي بلس بي، a very small difference. دلتا اي صغيرة. اوكي؟ نفس الشيء اذا بدي اعرف number of valence band states per centimeter cube، فانا بقدر اوجدها باستخدام جي سي في دي. واضح؟ We multiply the density of states of GC أو GV مع DE اللي هي delta E, a very small difference. Any question؟ زي ما حكيت لسه هاي الأمور أنا باخذها مشان نوصل للريزلتس النهائي اللي أنا بدي إياه. يعني. أوكي؟ هلا بهذا السلايد إن شاء الله رايحين نحكي عن الفيرمي فانكشن. أوكي؟ هذا الفيرمي فانكشن. والفيرمي انرجي ليفل. اوكي هلا ايش هو الفيرمي فانكشن؟ طب بدنا نحكي ايش هو الفيرمي فانكشن. اوكي هلا الفيرمي فانكشن فعليا هو probability اوكي that an available state an energy E will be occupied by an electron under equilibrium condition. يعني انا هلا بدي اشوف شو احتماليه اوكي انه في a state that will be occupied with an electron. راح تتعبى عندي بهالstate بـ electron معين. اوكي؟ وبرضه 1 minus Fe مش عارف اكتب لكم اياها ان شاء الله بالنوت بس هلا بحكيها. بما انه Fe عندي هي احتمالية function is the probability that an available state at an energy E will be occupied by an electron under equilibrium conditions. For 1 minus Fe, okay, 1 minus F of E, F1, is the probability for an available state to be filled by a hole in the valence band. فهاي ال Fe اللي هي محكي عن conduction band. في ال valence band, فأنا بحكي عن 1 minus F of E, وهي ال probability for an available state to be filled by a hole in the valence band. Okay? واضح؟ خلينا نطلع على الفورمولا. اوكي؟ طلع على الفورمولا اللي امامكم هون. ايش الموجود عندي؟ هلا الاي هي الموجوده امامكم is the energy level of interest، الليفل اللي انا بدي اشوف الفيرمي فانكشن عندي. اوكي؟ اي اف is the Fermi energy which is called also Fermi level. Okay, K is the Boltzmann constant. Already عطيتكم إياه before يقاس بإلكترون فولت بير كلفن. وبرضه T اللي هي temperature مقاسة بـ الكلفن. Okay, فخلينا نطلع شوي شوي ونشوف إيش اللي أنا ممكن أستنتجه من هاي relation less than E. Okay, if E less than E over KT. Okay, طبعا هاي E less than EF هي راح تطلع النتيجة عندي نيجاتيف صح ولا لا؟ معيش شباب ولا أخذها بالحال أقول as E goes to zero يعني ماشي as E goes to zero و E عندي أقل من EF إيش راح يكون عندي بالحالة هاي؟ راح يكون عندي E minus EF على KT
أو E minus EF رح تكون negative. أوكي على KT E to the negative ال value هاي طبعا as T goes to zero but this will be E to the negative infinity. هذا term will be E to the negative infinity. تمام فالterm هذا كله إيش رح يصير فيه F of E إيش بيساوي zero. لا ليش zero E to the negative infinity رح تصير zero. One بيكون كله. ف F of E فعليا رح يكون one. Okay. F of E بهاي الحالة تساوي one لأنه F E to the negative infinity will go to zero. بالتالي أنا عندي F of E will be equal to one. طبعا هاي الحالة أنا عم باخذها لساتني ما طلعت عن الزيرو كلفن. أنا لسه I'm getting very close to T equal zero كلفن. Okay. طيب إذا كانت ال E أكبر من E F حالة يعني لو كانت ال E أكبر من E F كيف راح يتغير عندي الوضع هون؟ إذا ال energy level of interest كان عندي أكبر من ال Fermi level إيش راح يصير؟ راح يكون الجواب زيرو لأنه positive. لا ما تمام راح يكون الجواب زيرو بس ليش؟ E قوى infinity بالضبط فبتصير واحد على E قوى infinity تساوي زيرو بالضبط فإن ال FE راح يساوي عندي الصفر لما أخذ ال limit as T equal to zero أو T limit to zero. أوكي طلع على الفيجر الأمامي هون شايفين الفيجر اللي أمامكم as E هاي طبعا هذا الجزء الأول هاي as T goes to zero Kelvin بس لسه does not exceed zero Kelvin إحنا كلنا نفهم الكلام هذا it's getting closer still less than zero. أوكي بهلا هون أنا ثبت إنه T goes to zero وصار يتغير عندي الانرجي هذا ال x axis هو الانرجي level of interest وهي الفيرمي function الأمامي فهلا زي ما حكينا بالفترة اللي كان عندي ال E هنا أقل من E F عند الفيرمي level بيساوي واحد أوكي لما صار عندي أكبر من E F فالفيرمي level بتساوي عندي صفر أوكي دكتورة فهذا نعم هسا اللي بغير ال energy مش ال temperature والعادي بتتغير بدون التمبريتشر ثابته اما التمبريتشر بيغير بتاثر الانرجي عندي بالتمبريتشر طبعا this why this what we're talking about يعني قصدي yeah. هون التي goes to zero بس الانرجي بتتغير قاعده صح طيب احنا لما نحكي عن زيرو كلفن Okay. إحنا نحكي temperature goes to zero, getting closer to zero. إيش بيكون وضع الانرجي level؟ شو معنى هذا الرسم؟ شو معنى لما أحكي أنا الانرجي level اللي أنا بدي أوف انترست أقل من EF؟ هل هذا بيعني لي فعلياً أنا كل states, okay, all the energy states at energies below EF will be filled with electrons. Okay. And all states at energies greater than EF will be empty at temperature as temperature T approaches the absolute zero. تمام. فالكتوف هذا اللي صار بين الانتقال من هون لهون هذا هو اللي بنسميه إحنا Fermi energy. تمام شكرا okay. طيب خلينا نشوف الكيرف اللي بجنبه يعني شوي ناخذ مور كيس يعني هلا هون اخذنا تي as تي goes to zero طيب هلا as تي goes greater than zero ايش اللي راح يصير عندي في الحاله اللي بعد as تي becomes greater than zero
خلينا نشوف situation كيف تأثر عندي ال relation اللي أمامي. أوكي هلأ إذا كانت مثلا E is greater than the Fermi level by 3 kT مثلا. أوكي EF هون خلينا نأخذ طبعا هاي الانرجي، خلينا نأخذ هاي الحالة هون حالة أمام. نأخذ الحالة هاي إذا كان عندي الـ energy level of interest يساوي EF plus 3KT and more. أوكي يعني الـ minimum level إله بالشكل هذا وأكبر، فالـ exponential function فعليا will be greater than 3. أوكي فالـ exponential of the 3 or above is far bigger than 1. يعني طلع بدي أرجع للفورمولا هون، فأنا هذا الترم رح يطلع bigger than 1 على المقام. أوكي تفهمين شباب؟ يعني الـ 1 هاي رح تصير صغيرة مقارنة بالنتيجة اللي رح تكون عندي هون لكل الـ energy levels اللي أكبر من الـ Fermi level زائد 3 kT. واضح؟ بالتالي I can ignore this one. بتصفي عندي الفيرمي فيرمي level. I can approximately calculate it using this formula. دخلت الإكسبوننشال على ال post. Okay. فالفيرمي function فعليا إيش بصير؟ decays exponentially to zero with increasing the energy. Which means most states at energies 3 kT or more above a Fermi level will be empty. إذا أخذت الـ EF ومشيت 3 kT بعديه وما بعد most states will be empty. لذلك إحنا نشوفه مندرس الـ energy levels close to the مثلا conduction band. أوكي شوي أعلى من conduction band وشوي أقل من الـ valence band. دكتورة سؤال. كيتي الثري ثابتة هاي ولا إنه هي؟ إيه كيتي لأن هي بولتزمان كونستانت والتمبرتشر إن كلفن، فأنا هنا بتأثر بالتمبرتشر طبعاً. ما إحنا بناخذ تي تتغير عندنا وتي أكبر من صفر، وكل ما زادت تي الكيتي بده يزداد لأنه الكي ثابت. اوكي ماشي. طب الكي كونستانت لكل الماتيريالز ولا انه بس لإليمنت واحد مثلا؟ Yeah, this is Boltzmann constant. Yeah, this is Boltzmann constant. خلص هاي هو قيمته هيك. مش راح يعني ادخل بديتيلز كيف تم ايجاده يعني. اوكي طبعا. هاي من القيم اللي عرفناها باول كورس حكيت لكم Boltzmann constant رح يمر عليكم، Blanks constant رح يمر عليكم، فهذول خلص constants ثابتين بناخذهم. بتحبوا تعرفوا more details عنهم you can يعني do some breathing. اوكي okay? يعني حتى هذا الكلام اللي انا عم بحكي لكم يا هلا بالشرح المادي لسه مش واصل للفورم اللي انا بدي يكون الفوكس عليها. يعني اكثر احنا بنركز لطلاب الكهرباء على more details، بس انتوا يعني I'm trying to قل قدر الامكان بس يعني نوعا ما. طيب هلا ناخذ حاله ثانيه اللي هي الحاله هون، انا عندي الفيرمي ليفل اللي هون بدي اخذ الحاله الثانيه، لو نزلت تحت الفيرمي ليفل ب 3 kT كيف راح تتاثر؟ الحاله الثانيه هاي بدي انزل تحت الفيرمي ليفل او الانرجي ليفل اللي انا الانرجي ليفل اوف انترست يعني ان جنرال بدي اشوف الفيرمي انرجي عنده بده يكون اقل من الفيرمي ليفل ب 3 kT. اوكي نشوف كيف ما قبل، فالاكسبوننشال راح يصير اقل بكثير من واحد، هذا الاكسبوننشال راح تنزل قيمته اقل بكثير من واحد ويكون فيري سمول كومبيرد تو 1. بالتالي الاف اي تقريبا ابروكسيمتلي اكتولي از 1. اوكي بالتالي هلا هون
ال1 minus FE اللي هي probability that a given state will be empty decays exponentially to zero with decreasing the energy. So most states at or below EF will be filled. Okay. أتمنى. Any question? طيب خلينا نطلع شوي مور على الفيجر اللي أمامنا. اوكي طلع الفيجر اللي أمامكم. طبعا أنا كيف بدي أوجد هنا equilibrium distribution of carriers. ألا إذا بدي أعرف equilibrium distribution of carriers أو distribution of carriers at equilibrium, أنا عندي FE. This will yield the distribution of electrons in the conduction band. Okay. Okay, in this video. في أي واضح صوت؟ الصوت واضح. واضح دكتور. اوكي. هلا طلعوا على الانرجي ليفلز الانرجي باند او الباند انرجي باند دايجرام اللي امامكم. اوكي. بدي اشوف انا هلا كيف بتغير عندي الديستريبيوشن في الانترنسيك سيمي كوندكتور او الان تايب سيمي كوندكتور او البي تايب سيمي كوندكتور. اوكي. اول سؤال بدي اساله انا ايش يعني intrinsic semiconductor من ما سبق؟ السيمي كوندكتر اللي ما عملنا له دوبينج باختصار اللي ما ضفنا عليه اي شيء بالمره. السيمي كوندكتر اللي هو بيكون ال it would be composed of pure atoms مثلا بس silicon atom بس germanium atoms and so on. اوكي فهذا هو الانترنسيك سيمي كوندكتر. هلا for extrinsic semiconductors في عندنا two types اللي هم N-type و P-type. N-type, P-type. إيش الفرق بين N-type وال P-type؟ ال N-type بتكون impurities donor وال P-type بتكون acceptor. لا أنا هلأ مش بس بدي هيك الديفرنس. لما بحكي عن N-type P-type difference في مين difference أنا بدي أحكي related للmajority carriers بكل واحد carrier. الكارير تاع N-type بكون electrons أتوقع majority carrier majority yes لأنه donor بعطي electro زيادة والB-type holds بكون تمام. هلأ اللي بدي ما تنسوا أبدا إنه you know, N-type and P-type semiconductors they both have both types of carriers electrons and holes. لكن في N-type majority carriers بيكونوا electrons والminority carriers بيكونوا holes. في P-type majority carriers بيكونوا holes والminority carriers بيكونوا electrons. تمام؟ فهاي الشغلات ما بدنا أبدا إنه ننساها. واضح؟ خلينا نكمل هون. فاللي بدنا نشوفه احنا هون كيف بنوجد distribution of electrons in the conduction band. بوجدها عن طريق هاي الفورم اللي هي GC of E times F of E. اوكي؟ طلعوا عندي في intrinsic semiconductor هون بالحالة الأولى. Fermi level بيكون عندي في mid gap. هلا هذا ما ننسى انه هذا انا مش عارف اذا كبرت السرعه. هذا هو عندي كامل هذا هو الاي جي مزبوط سمينا الجاب انرجي. الفيرمي ليفل عندي في الانترنسيك سيمي كوندكتور بيكون
بالميد جاب بالوسط. اوكي فبنكون عند الديستريبيوشن للالكترونز اند ديستريبيوشن فور ذا هولز نيرلي ذا سيم يعني اولموست ذا سيم في سيمتري عندي الفانكشن بتاعها. اوكي الديستريبيوشنز تكون عندي very close يعني تقريبا نفس الشيء. بالانتايد ماتيريال الفيرمي ليفل بيكون عندي في الابر هاف للباند جاب. فالالكترون هاي الفيرمي ليفل صار عندي في الابر هاف للباند جاب. فالالكترون ديستريبيوشن بيكون عندي much greater than the whole distribution. لاحظوا هذا هو الديستريبيوشن للالكترونز. اوكي يكون عندي أكبر بكثير من الهولز ديستريبيوشن. في الـP-type semiconductor لا العكس بيكون عندي الفيرمي ليفل بيكون أقرب للبالانس باند انرجي. اوكي والهولز كونسنتريشن هولز ديستريبيوشن بيكون عندي أكبر من الإلكترونز ديستريبيوشن. واضح؟ واضح شباب؟ واضح دكتورة واضح. أوكي. فهذا هلأ هنا ما تنسى إن هنا أنا عندي هذا الفانكشن اللي هو GC of E times F أو GV of E times 1 minus FE which yields the distribution of the holes in the valence band. Okay. Unfilled states. تمام؟ يعني الـ X-axis عندي هنا بيختلف عن الـ X-axis اللي هو هنا بس بقيس الـ Fermi level. Okay. Any question? أي سؤال لحد الآن؟ هلا لحد الآن إحنا طبعاً ما حكينا لسه عن formulas يعني توجد لي كمان برضو عدد الإلكترونز عدد الهولز. لسا عم بنحاول نصل للفاينل فورمولاز اللي بتهمني انه تعرفوها. اوكي فراح نبلش نحكي بهذا ان شاء الله الموضوع. راح نحكي عن equilibrium carrier concentration في semiconductor material. اوكي هلا in general انا بعرف طبعا الـ current electron and hole flow is dependent على concentration للـ electrons full holes full material. اوكي لذلك لازم يكون في عندي equation that can describe شباب سامعيني فصل الاتصال هلا انا عندي لحظه سامعين لا سامعين اوكي فلازم احنا اللي بدنا نحاول نوجد او نحاول إحنا نحسبه أو نوجد equations that can describe the concentration of the electrons and the holes in the material. Okay. برضو بدنا نشوف يعني علاقة خلينا نحكي علاقة مفيدة أو علاقة تساعدنا على ربط ال average energy Fermi مع ال energy level. Okay. في material. فإحنا أخذنا حكينا GC في E times DE. Okay. هون حكينا اللي هي the number of conduction band states per centimeter cube in the E to the E plus DE energy range. Okay. إذا أنا بعدت عن ال conduction مثلا هذا ال EC بدي أفرضه فأنا عندي هذا الليفل اللي هو مثلا E plus DE على فرض أنا بدي أحكي إنه هذا EC plus E DE. Okay. فأنا بدي أعرف number of conduction band states per centimeter cube بهذا الرينج فأنا بحسبها من خلال equation تعلمناها فيما سبق وبضربها ب DE. اوكي برضو حكينا عن ال FE I'm summing up اللي حكينا عنه هلا قبل في ال FE حكينا انه هو probability that an available state at an energy E will be occupied by an electron وعطينا كل فورمولا اللي هون. فلحكينا لو بدي أوجد أنا GCE times FE times DE فهذا فعليا رح يعطيني the number of conduction band electrons per centimeter cube
line in the E to the E plus the E energy range. Okay. كيف أنا بدي أحسب number of conduction band electrons per centimeter cube. بدي أشوف عدد الإلكترونز اللي بيكون موجودة عندي لـ per centimeter cube. Density of electrons. Okay. وطبعا أنا ما رح أدخل بالديتيلز لـ equations يعني بشكل كبير، لكن رح أحكي عنها بشكل سريع. أوكي. طبعا هنا أنا بحكي عن الإلكترونز، تمام، بحكي عن جي سي. نفس الشيء هاي لو بدي أوجد number of electrons. أوكي. بدي أخذ أنا الانتجريشن لهاي الفورمولا اللي أمامكم، هاي بدي أخذ أنا نفس الفورمولا اللي هون، بدي أعمل انتجريشن من إي سي لإي توب. أوكي. وبحل الفورمولا بناء على الإكويشنز هذول اللي معي، طبعا كله بدي أدخله أنا داخل الفورمولا الأمامي. لو بدي أوجد أنا number of balance band hole، لازم أعمل integration من الE bottom من energy level اللي أنا بدي إياه لحد الـ balance band energy level. في G اللي هو الـ integration لـ GV of E distribution of conduction band states multiply by 1 minus FE، اللي حكينا 1 minus FE اللي هي the probability that an available state at energy or at the valence band will be unfold. Okay. بدي أعمل integration عليها. هاي بس يعني zooming for the integration of the DM. Okay. هون ما رح أدخل برضو بالديتيلز يعني اللي إحنا رايحين نعمله. طبعا هون بنعمل simplification إحنا لل equation بفرضية إنه أنا عندي اللي هو الليفل بدي بوصل للإنفينيتي. أوكي. وبحاول أوجد number of electron per centimeter cube. أوكي. فالنتيجة أنا اللي بتهمني بالآخر تعطيني إياها بهذا الشكل. أوكي. هاي ال equation. لا number and conduction band electrons will be valence band electrons. This formula. هاي الفورمولا اللي هون. اوكي. الفورمولا اللي هون لا الهولز. اوكي. هلا ايش يعني NC؟ NC is the effective density of conduction band states. اوكي. وهي طبعا اللي هي الاف هاف اللي هي الفيرمي دايرف انتجرال اوف اوردر 1 هاف. مش راح ندخل بالديتيلز لهذا الموضوع. اوكي. وهون عندي ال NV هي فعليا effective density of valence band states. اوكي. يعني هلا انا ال N وال P formulas هون، هاي ال P وهاي ال N في امامكم هون. طبعا هذول very general formulas. اوكي. هدول بيكونوا فعليا valid لأني position in the Fermi of the Fermi level. Okay. هلا ال constant NC و NV فعليا يعني they are already calculated. So the value of the Fermi integral can be obtained mid tables. واضح؟ يعني هاي ال F calculation أمامي هون the functions يعني can be solved from the tables. متذكرين انتوا ايام الانتجرال لما كنت تاخذ في بعض الانتجرال you need to find the value from the tables. اوكي. فعندي لل Fermi direct integral عندي tables you can find the values at certain eta sub c. اوكي. هلا اللي احنا يعني luckily زي ما نحكي we can simplify these formulas to get a closed form solution. اوكي. يعني بيهمني بالاخر اوجد closed form solution approximately يعني that models the real situation معنا بهي بهدول ال formulas. اوكي. فهي هلا رح نبلش نحكي عن simplified form. طبعا هو المستخدم بالmajority of problems رايحين نكون نستخدم هاي ال formulas.
اوكي هلا بحكي اذا كانت اي اذا كانت عندي اي اف اوكي restricted the values اقل من EC minus 3KT اوكي هلا n can be simplified to this formula هاي الفورمولا اللي هي بتكون and you can find the number of electrons per centimeter cube in the conduction band بهذا الشكل اوكي واضح برضو إذا كان عندي EF أكبر من EV plus 3KT ففي فعليا can be simplified to this formula أوكي هلا لما يكون عندي المسميات يعني مسميها عندي لما يكون عندي الـ EF فعليا اوكي هاي الـ لما يكون في عندي هذا difference اللي هو EC minus 3KT بهذا الرينج اوكي in this range اوكي بهذا الرينج بيسموها degenerate semiconductor او بهذا الرينج كمان اوكي لما يكون عندي ال EF بهذا الرينج بيسموها degenerate semiconductor لما يكون عندي الرينج in between بيسموها non-degenerate راح اجي للديتيلز اكثر عن هذا الموضوع اوكي فهي انا اول فورمولا بتهمني اول تو فورمولاز بهموني ب الموضوع اللي عم بحكي فيه اليوم اوكي any question أي سؤال؟ أي سؤال؟ هلا استل بدنا نكمل كمان مور على الفورمولاز اللي أمامكم نحكي عن هي alternative expressions for NMP simpler يعني expression okay هون أخذناها إنها NC exponential EF minus EC على KT بالمقابل نفس الشيء ده الدي بس بالنسبة للبالانس باند energy ولا الإفكتيف NV okay هلا بدنا نشوف more simpler أو simpler alternatives of the equilibrium carrier concentration N and P okay هلا EI خلينا نحكي عن الـ EI أول شيء. الـ EI هي الـ Fermi level of an intrinsic semiconductor lies close to mid gap. اوكي لما حكينا عن الـ EF هنا في الـ بهذا الشكل هي للـ intrinsic semiconductor راح نسميها EI. اوكي؟ EI هون is the Fermi level of an intrinsic semiconductor, okay, which lies very close to the mid gap. Okay? هلا في الانترنسك semiconductor احنا بنعرف انه N equals P. صح؟ N equals NI. هاي الفورمولا كلنا بنعرفها ولا لا؟ شباب على فكرة هو الموضوع يعني لما أنا بحكي فيه كل الكلام هذا يعني متعب يعني I need to see some or to feel at least that I'm connected يعني فإحنا بنستخدم الـ expressions هذول حتى نبسط الفورمولا أكثر
تاني؟ آه دكتورة نحن معك. الحمد لله. يسعدني يعني إن أنتم معي. طيب. فأنا عندي هنا في الـ intrinsic material عندي A P equal N and equals to N I. Okay. فهلا أنا I can simplify the formula حيث إنه يصير عندي بهذا الشكل. وهاي الفورمولا برضو ونوصلنا كمان لفورمولا مهمة جدا نغير لكم اللون. هاي الفورمولا مهمة جدا. تمام. فصار عندي هلا N P can be calculated. عندي N I sin exponential E F minus P. فاحنا approximately N C equals N I. واضح؟ هاي الفورمولا بنستخدمها لل intrinsic material. أو intrinsic semiconductor. هلا بدنا ناخذ more عن ال N I. خلينا get into more details مشان أوصل بالنهاية لهاي الفورمولا اللي هون اللي بتهمني جدا. أوكي؟ Any question؟ فزي ما شفنا هلا بالسلايد اللي قبله يعني الصفين احنا بنوجد يعني بحاجه لوان كونستنت اللي هو ان اي ان تو انرجي ليفلز يا اما اي اف واي اي حتى نحسب. فهذا الفورم فعليا much easier to remember. اوكي نفس الشيء بين اي اف واي اي انت بحاجه بس تعكسهم حتى تحصل الان او البي. اوكي زي ما احنا شايفين بالفورمولا اللي هون. اوكي طب هلا كمان مور ريليشن شيبس اللي احنا رايحين ندور عليها بعد ما وصلنا هذا الاشتقاق اللي وصلنا له. لو عملنا مالتيبليكيشن للبوث سايدز اوكي these two expressions of n i ممكن نحصل the n i expression in terms of n c and n v and the energy gap e g. اوكي طلع الفورمولا امامكم هون n i squared هذا n i وهذا n i حصلته بهذا الشكل. حصلت n i هون. اوكي فهذا الفانكشن بيعطيني n i باستخدام known quantities اللي احنا اوريدي بنعرفها. اوكي لا بامكاننا نحسب n i at specified temperature or as a function of temperature صح؟ كل هذا وقت عندي مع الـ temperature. عن الـ plot هذا عندي أنا الـ ni مع الـ temperature لـ different materials. أوكي؟ برضو بإمكاني أضرب both sides. أوكي؟ هذا بإمكاني أضربهم both للـ n والـ p. وأحصل منهم إنه أنا عندي n times p يساوي n i squared صح ولا لا؟ لو ضربت n في p يساوي n i squared ولا لا؟ n في p تعطيكم نفس الترم هذا اللي هون which is equal to n i squared. This is a very important relationship. Okay. يعني هاي relation ممكن أحكي عنها يعني very very useful in practical computations. ما بدي أبدا تنسوها. If one of the carrier concentration is known, the remaining carrier concentration is determined by this relationship. واضح؟ واضح دكتور. هاي relation مهمة جدا 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 very important.
Any question? طيب هلا بدنا نحكي عن موضوع برضو مرتبط باللي عم نحكي فيه من اول المحاضره ان شاء الله، وكله بالنهايه علشان نوصل لفورمولات مهمه احنا بدنا نفهم. رح نحكي عن charge neutrality relationship. اوكي، كيف بتاثر عندي على سيمي كوندكتور في الايكوليبريم ستيت. اوكي، هلا طبعا احنا بكل المحاضره من اولها انا ما حكيت يعني فعليا عن الريليشن ما بين الكارير كونسنتريشنز والدوبنت كونسنتريشنز. اوكي، هاو اتس ريليتد تو الدوبنت كونسنتريشن. اوكي، فبهذا الموضوع لما بلش احكي عن تشارج نيوتراليتي ريليشن شيب راح يعطيني الرابط ما بين الكارير والدوبنت كونسنتريشن. اوكي، يعني لحد الان احنا عن شو حكينا؟ حكينا عن انترنسيك ماتيريال ما فيها اي دوبنت. هلا لما بيختلف عندي اوجدنا الريليشن الاخير اللي حكيت عنها اللي هي لا انترنسيك ماتيريال. طيب هلا بدنا نشوف كيف بدنا نغير او كيف الريليشن عندنا راح تتغير مع وجود دوبنت في الماتيريال. اوكي، فهذا هو أنا فعليا هلا ال case هاي. This is the case because in the equilibrium state, if there were net charge, electric field would exist and would make carrier motion and electric current, which is obviously not the case in the equilibrium state. Okay, فهي اللي بدنا إحنا نحكي عنه إن شاء الله. طيب. فهلا اللي احنا بنحكي دائما انا عندي انسايد السيمي كوندكتور دائما في عندي تشارج انتيتيز. اوكي، ذس انكلودز الهولز والالكترونز. لما بحكي انا عن تشارج انتيتيز فعندي الالكترون بتمثل لي البوزيتيف تشارج، عفوا نيجاتيف تشارج، والهول بتمثل لي البوزيتيف تشارج. تمام، تمام. معي شباب؟ معي دكتورة. هلا في الأيونايزد، أوكي، في الأيونايزد دونر سايت يكون برضو عندي إلكترونز هولز. هاي إحنا بنحكي عن الشارج إنتيتيز إن جنرال، إلكترونز نيجاتيفلي شارج كاريرز، هولز بوزيتيفلي شارج كاريرز. في عندي برضو الأيونايزد دونر سايت، the positively charged donor sites that have donated an electron to the conduction band. زي ما حكينا لو كان في عندي دونر راح يكون positively charged donor لانه راح يتبرع بواحد الكترون. في عندي ionized acceptor sites لانه هذا negatively charged acceptor sites that have accepted an electron. لما بكون في عندي acceptor it will take or it will accept an electron، بالتالي it will leave a hole behind. Okay, for the uniformly doped material to be charged neutral everywhere the following condition must be met. وهلا رح نحكي انا، فاحنا حكينا before، حكينا كل حتى لو اجى عندي acceptor او اجى عندي donor وصار في عندي كسب الكترون او اعطاء الكترون، فبالتالي انا still الماتيريال رح تكون neutral، لانه لو باخذ regions over regions رح تكون كلها عندي neutral. اوكي، متذكرين ولا مش متذكرين الرسم اللي حكينا عنه؟ كان في رسم وحكيت لكم كيف انا بكون نيوترال اوفر ذا ديفرنت ريجن. خليني أوضح هنا المحاضرة لأنه أنا I feel إنه صار too much اليوم بالمحاضرة.
اوكي. هو مع انه ضل موضوع بسيط اللي رايحين احنا ان شاء الله نكمل عليه حتى نخلص هذا التوبيك بس اتس اوكي. اي كويستشن؟ اي كويستشن؟ الله يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم. خليكم معي لأني بدي أخذ حضور وغياب. دكتورة. نعم. مادة كويز يوم الأحد لوين راح تكون؟ لحد هون. أحد ما كمل. تمام. يعني أحكي لكم رأيكم ممكن نأجل كويز للثلاثاء وندخلها معكم. حيث يكون شاب. تو كله داخل معكم بس انتم بتدرسوا عليه يعني بصير عادي. اوكي راح اخلي الكويز للثلاثاء. اوكي راح انزل لكم ماتيريال كامله باي ذا ويكند ان شاء الله حتى مع نهايه تشابتر 2 كله انزل لكم اياه. اوكي ونكمل. هو ضل شيء بسيط ان شاء الله راح نشرحه يوم الاحد وبعدين بنكمل على تشابتر 3 راح ناخذ كارير اكشن بنكملها. اوكي خلينا ناخذ الحضور والغياب عشان اخركم انا كمان عندي بعد ربع ساعه عندي مستشار.